تتعاملي معاه قبل ما تنشف عليك وتحوسك. اوكي شو اخذت هذه عشان احسها افضل في الدمج. اوكي راح اخذ طبعا بنات وادمج. وين ادمج؟ انا قاعده على الطرف، لاحظتوا؟ تقعدي طبعا رايحه وجايه الى ما ايش تتعب رجولك. خلاص شوفوا، على بالك ان انت سريعه، لا شويه شويه روحي. خلاص باخذ الغامق وادمج. طيب ليش اخذت انا الغامق؟ دائما لما تحسي في معاكي واقف خط كذا بحلقك مو راضي يتحرك، خذي له لون غامق عشان ايش؟ يختشي على نفسه ويتحرك. اغمق للافتح، ايوه برافو عليك. بس متى برجع للاغمق بنات؟ لما اشوف في خط واقف في حلقي، الان ابغى ادوب الخط هذا. اوكي فلازم اخذ الاغمق ارجع له مره ثانيه. اوكي ها شوفوا كيف، كل ما رجعت للغامق مشى معك الخط اللي هو عنيد هذا، شايفين؟ بعدين عاد ارجع ثاني للفواتح، مش مشكله. يعني اعرفي التكنيك كيف، والتكنيك مرتبط ارتباط وثيق بايش؟ باللون الغامق. انه انا طالما عندي شيء عنيد تعالي له بالشيء القوي. ايش هو القوي؟ اللون الغامق. شوف انتم اللون قاعد خلاص، الحدود بدات تضيع، صح ولا لا؟ بعد روحي بنزل عندي البث، ما تخافي. يسعدك انت كمان يا رب. الله يسعدك، من اول ما دخلت وانا اضحك. بعد قلبي بدي احول لكات، ايش اعمل؟ بعرف اماكج بس انسى. افتحي حسابي او قبل مثلا تدربي على اللوك كذا مره وروحي طبقيه على طول عشان ما تنسي. يعني مثلا لو عندك زبونه او لنفسك افتحي المقطع احفظيه كويس، كرريه، طبقيه على مثلا مانيكان عشان اذا رحتي تسويه خلاص لك انت حافظه. اوكي بنات، راح احط اضاءه من هذه بعد ما ارجع اذكر. بعد ما تحطي اضاءاتك وكل شيء ارجعي مره ثانيه، لازم تدمجوا بنات الشيء اللي طلع لك او الخط اللي هنا. انا ما احب لا الخط هذا، شايفينه؟ شوفوا بس هي فيها اصلا من اللون هنا على الحافه وهنا تحت اللون الابيض. اوكي عشان ممكن حاجه للعنايه باليدين. يا عمري بنات افضل شيء العنايه باليدين افضل شيء فازلين في الليل او مرطب، اي مرطب حطي معه شويه فازلين عشان الفازلين يمسك الموضوع، فهمتوا؟ يعني يمسك الترطيب، ما يخليه على طول يروح. المهم خلينا شوية الموضوع فيه روح، يعني حطينا جلتر، ما ادري ايش فيني اليوم بالتهنيقات صراحة. اما عادي انتوا سلكولي. ما يسمر الايد والله، لا يسمرها ولا، بس ما تطلعي للشمس بدون واقي. كريم التبييض اللي انت تحطي عشان تبيضي، لو طلعتي في الشمس بتسمري، فهمتوا؟ ايه عشان كذا الواقي مرة مهم. بني، البني برضه يمشي مع الموف. خلاص راح احط هنا بني مع شوية موف. اوكي اللي هو الموضوع، حطيت معه شوي اخضر، شفتوا كيف؟ طبعا اخضر حطيته فوق البنفسجي او فوق الموف، صار معي اللون هذا اللي هو مو معروف. فافضل شيء تحيريهم ايش اللي انت حطيتيه، ما حد يعرف. خلاص اوكي، الان راح اسوي لاينر. عادي تقدر تسوي لاينر اخضر ابيض، اهم اهم شيء. مو احنا يقولوا عنا دائما غامضات، عاد وريهم الغموض. خلاص مو في بنات يقول لك غامضه وما ادري ايش، لا حسوي لكم بنات الدبل لاينر. اوكي دبل لاينر، حتسوي رسمه لاينر عاديه. خلاص شوفوا في ما تطلع مثل فتون، اهم شيء بس ما تطلع مثل فتون على فعلا. تخيلي خلاص. ما سويت رسمه لاينر عادي مره ناعمه، خلاص بعديها اسوي ايش؟ كذا تقفيله بنات مستقيمه. اوكي شوفوا في عندكم بديل اللي هو ميك اب، اسمه يا ربي ميك اوفر 25، هذا مره حلو، هو زي بلت ارواج انستازيا بس انه ارقل في السعر، وتقدروا تستخدموا قاعده كريميه يمشي، تعديل درجه الفاونديشن يمشي، تعديل درجه كونسيلر يمشي، ارواج لروجك يمشي، كحل لعينك يمشي، ان بغيتي بعد احد يوديك ويجيبك برضه يمشي. احبك انا احبك.
يا زينها يا رب، أحبك أنا، أحبتكم العافية. بلد اسمه ألوان رسم على الوجه، تلاقوه في شي أن 15 ريال ترى مو شيء. انسي تمام، والبلد اللي رسمت لكم منه هذا اللي هو ذا بلم. أوكي، مثلا بترسمي خط بالضبط فوق هذا الخط الأول بهالشكل، تمام خلاص، يعني خطين يكونوا متوازيات. أوكي، ترسمي خط زي كذا تنزلي، تقدري زي كذا، هذه رسمة. أو تبغيها بالأخضر برضو يمشي، طبعا الألوان حلوة يعني مع الأخضر، مع الموف اللون الأخضر مرة حلو. أوكي، أنا ما أعرف أسوي حواجب ولا حتى أعرف، أنت كذا سكرتيها في وجهك مرة واحدة. لا يا حياتي، مو أنت بس تدربي علشان بس تصيري تعرفي، مو علشان تسوي. لو حواجبك مو محتاجة ما تحطي رسم للحواجب. بدي أرسم حواجب بلون البني الفاتح، أفتح درجتي كيف؟ آي شادو بنات، أنا قلت لكم الآي شادو هات البنية هي اللي للحواجب. الآي شادو العادي هو حق عيني، أوكي؟ شوفوا أنا هذا بلت عيون، لو أنا من شعري لونه فاتح أستخدم هذا، تمام؟ شعري على حمار، بعض البنات يجي شعرها نفسه لونه كذا، إحنا إيش نسميه؟ يكون نفس الشعر كذا على بني، تستخدمي لها هذا، أوكي؟ أنت شعر حواجبك أسود، استخدمي هذا البني، بينما لون أسود تجيبي شادو أسود ترسمي فيه، لا أبداً، بنات حتى أبعدوا عن الأقلام السوداء، أوكي؟ نصيحة، حطوا حلقة في أذنكم، ما في شغل تشوفوه قدامكم على الكاميرا حقيقي، خذوها مني نقطة نهاية السطر. كل ميك اب ارتست تحط كاميرا تصفية، افهموا عربي، تحط كاميرا تصفية، فتشوفي انت البشرة في البداية معدومة، في الفاينل لوك لا في ولا حبة ولا في تجاعيد ولا في خطوط ولا في خطوط ابتسامة، طيرت لها خطوط الابتسامة، طيرت الخطوط اللي تحت عينها. على قولتكم الفونديشن كيف كذا قطعة واحدة؟ هو لا قطعة واحدة ولا قطعتين، 10 قطع. لا من جد، في النهاية هو تصفية يا بنات، تصفية. الكاميرات لحالها بتفتح تصفية، فهمتوا؟ أرجع أقول لكم، شوفوا أنتوا الفنانات صورهم لما يصوروا بغير كاميراتهم، ويقعد يقول لك ظهرت عيوب انتشرت الصورة المدري إيش، لا آخرتها ترى الهيفاء وهبي، صح ولا لا؟ كل شوية طلعت لي في تيك توك إنه الكل تفاجأ من تجاعيدها، لأنها هي مو مصورة نفسها، ولا الميك اب أرتست اللي سوت لها صورت، كلهم بيستخدموا إدت في الكاميرا، فهمتوا؟ أصلاً في إدت في الكاميرا، حتى في كاميرا الأفلام، حتى في كاميرا المسلسلات. عشان كذا دائما ننصدم إذا شفناهم في ميتم، صح ولا لا؟ في عزة ننصدم إذا شفنا كاميرا فوشيا صورتهم. ليش؟ لأن هنا كاميرا فوشيا ما فيها تعديل للأمانة، تجيب لك الشكل الحقيقي، فأنت بتنصدمه. هذه هي، ما في أتحدى واحدة تسوي واحدة ويطلع الميك اب قطعة واحدة، مستحيل. وزي ما قلت اللي بشرتها من ربي صافية ما تحتاج انك تحطي لها 70,000 طبقة فول كفر وما ادريش عشان تقولي انه في النهاية شوفوا ميك اب كيف طلع قطعة واحدة. انا عيني ادمع من اول ما احط ميك اب، العين يكون بيرفكت بس عند المدمع دمار في ديني حبيبتي. ما تحطي ابدا عند المدمع بنات، الدموع ما لها حل، فهمتوا؟ فانا زيك، بما اني ادمع وعيني كمان دهنية بنات، في عيون دهنية، عارفين انتوا هذه المعلومة، العيون الدهنية مهما حطيتي وثبتتي تحت بالبودرة إلا بعد ساعة يبدأ الكحول يوصل إلى هنا، لازم يبدأ يسيح. أنا عيوني دهنية، أنا خلاص عارفة إيش الشيء المناسب لعيني، عشان كذا ما أحب أحط جوا عيني كحول غامق أبدا. إن حطيت أي شادو بني تحت حد رموشي، فهمتوا؟ أقدر أتحكم في الدهون، هذه من ربي. فونات فيها تصفية تختمت الملاقة بالضبط. الاختلاف الفاونديشن ألوان الشادو لو كانت عروس بالليل ولما لا يعملوا ما نفسهم. احنا بالعادة بنات أصلا كل عرايسنا نبدأ في شغلنا فيهم من الظهر، هي زواجها يكون في الليل، فهمتوا؟ بس إنه إيش احنا بنقولك، احنا في النهاية نعتمد على إنه دائما في الشمس يكون الميك اب باين، يعني يبان مضبوط أوفر، فهمتوا علي؟ فأنت أصلا اعتمدي إنه يكون دائما ناعم يا بنات، حتى لو هي عروس الساعة الفجر. شاب العروس عقد الفجر. المهم عروسك في أي وقت، فجر عصر ظهر مغرب عشاء، اعتمدي لها ألوان ناعمة عشان هي نفسها تكون ظلتها حلوة ومريحة، وراها رقص وراها ما أدري إيش، فكثرة الطبقات وكثرة الألوان وإنك تخلي اللي يشوفها يحتار هو قاعد يشوف إيش ولا إيش، هذه بحد ذاتها نقطة مو حلوة ترى في حقك كميك اب أرتست، فهمتي وقت؟ أوكي.
ترى من هذا من جد يعني احنا في بعض الدول مثلا احنا عندنا في فلسطين نفسهم ترى يعني وقت زواجاتهم تقريبا تبدا مثلا العصر يبدا زواجهم فهمتوا، بس هو نفس الميك اب يعني ملوش علاقه. احنا هنا مثلا في السعوديه زواج الساعه 10 مثلا تدخل هي الصاله، بس متى تكون عندي كوفيره؟ انا متى اخلص لها ميك ابها؟ الظهر، الظهر وهي خالصه الالوان اللي تليق على البيضه حسب. انا قلت لكم ارجع لدرس اللي هو الاندرتون بنات، في الوان تحطيها على البيضه تحسي هي اللون مفتح معاه. ترى بنات شوفوا ينطبق الموضوع على مثلا مناكيري، اوكي شوفوا انا حاطه مناكير رصاصي، الاحظ اذا حطيت مناكير رصاصي الاحظ شكل يدي باينه فاتحه. ممكن احط مناكير مثلا لون برتقالي يدي تحسوها غامقه، معناها انا لون برتقالي ما يناسبني لا في ميك اب ولا في لبس ولا في روج. بس زي ما قلت بنات اذا انت ما انت مكثره طبقات والله ما يسيح معاكي ولا يخترب بقول يخترب زواجها. يا ربي يا ربي لا الله يوفق البنات كلهم ان شاء الله ما يخترب زواجها. انا اقصد يعني ما يخترب الميك اب.